المفروض على البيت. مساء الخير. وين كنتي؟ كنت مع نوار. ليش تأخرتي؟ كان عندي عرس. طلعنا من العرس والدنيا عم تشتي، ما كانت ولا سيارة تقبل توقفنا. ما هي صاري لك ابني؟ شو منين؟ راتبي. راتبة؟ عابد بنص الشهر؟ شو هالخيلة هي؟ يعني ما حدا منكم خطر له يسألني ليش كنت بدي اترك؟ طبعا لاني انا مدلل وعلاك. رفقاتي مفكريني البخيل العجيب. هذا دي. لك ابني ليش هيك عم تحكي؟ لانه انا كل شهر بشحد راتبي من المحاسبة شحادة على اليوم وبكره، وفي مصاري وما في مصاري، على اساس هالملايين اللي عم يعطونا اياها. انت مو ملاحظ لهلا ما سألت ليش ابوك قدم استقالته؟ وانا ما سألتك ليش؟ لانه دوم تتنتور بوشنا، دوم مو عاجبينا، وطبعا دوم ما نك سائل عن شي. طبعا مثل العادة الولد العاق. مو عاق لك ابني، بس انت المدلل. صحيح راتبك مو ملايين، بس 15,000 ليرة بالشهر كتير منيح يلي مثلنا. إلي عم بشتغل بالدولة من 25 سنة وراتبي لهلا ما وصل ل10,000. لا مو منيح، لا راتبك ولا راتبي. حاج بقى مشان الله عايشين على الفتفيت وعم نقول منيح. اصلا انا كل هالوضع ناوي غيره. ابقى اعمل ثوره اذا مانك راضيان، بس قل لي ايمت موعدها. وبكره بس تروح ببقى بقول لك ليش ابوك قدم استقالته، لانه لهلا ما سالتني ولا سالتك. عم تسال عن السياره اكثر ما تسال عليه. تصبح على خير لك ابني. مساء الخير. عم تحكي معي؟ شايفتيني يعني؟ حاسة انه الموجود ما؟ وإلا ما كنتي حكيتي معي؟ ليش اجيتي؟ كنتي خليكي ما بعرف وين. لا بتعرف وين. شو عرفني؟ رامز عيب تحكي معي هيك. عيب. وطلعتي بتعرفي العيب كمان. عملت حادث. شو هي؟ حجة جديدة مشان تنفدي حالك مثل العادة؟ مثل العادة؟ انو عادة هي؟ هي أول طلعة لي من البيت من أكثر من شهر ونزلت فيها لعند أهلي. دقيت لك مشان خبرك إني رحت لعند نوار ما رديت. تركت مع بابا عنوان الصالة مشان تعرف وين أنا. شو ممكن ساوي أكثر من هيك؟ بس أنت اللي مثل العادة عملت حادث وما صدقتني مثل العادة. تفضل انزل شوف السيارة، أنا كنت رح موت. تفضلي. إمتى دقيتي لي؟ ما أنت مثل العادة محيت كل مكالماتي. بكل الأحوال الله يسلمك رامز، شكرا. السيارة صار بدها تصليح. عن أبو الشنطة على أبو العيشة على أبو العمر. العيشة تبقى أهمي لي حتى بينسى مفتي. هلأ بدها ساعة لتفيق الخانو، بدون يفيقوا جيران وحضرتها نايمة. تأشير. بعرف شو بدك تقولي لي، انا اللي جبته بنفسي. هو انا ليكي كنت رايحه الصبح اعمل ديتوكس، قاموا قالوا لي لا احسن اعملي تأشير. انت اقتنعت، بس انهم قالوا لي انه تأشير رح تكون ممتازه كثير. والله انك مجنونه، لك وشك ما بده شيء، لشو البوتوكس كمان؟ ليكي انا وشي بده شيء مشان حدا يطلع فيه.
شو هو هذا الشيء انا ما بعرف، بس لبين ما اعرف شو هو هذا الشيء لازم اجرب كل شيء. العمى كم شيء قلت انا؟ غباء. تركت الذكاء لك. طمنيني طلعتيهم بعدين؟ الله يسامحك. هلا انا طلعت السبب بكل شيء؟ لا بمزح، بس لك دور شوي. ما اذا هي حمارة انا شو دخلني؟ هي حمارة، انت عينك على ساعات وساعات بده ليال طحونه مسكره فيها. خلصنا بقى اتركيني نام. هاتي هاد من ايديك. لا وما فيك تنامي، قومي. انا من الصبح قاعده لحالي مثل الابيات لو صاحبه. وانا صلي من الصبح عم بلعي، تركيني. لك انت منين جبتي قصائم المازور؟ مين كان معك بالسيارة لحتى ما عملت الضغط؟ ليش اصلا ما اتصلتي فيني لحتى اجي الى عن ابوه على ابو منين جاي؟ انت اللي كنتي عم تسوقيها للسيارة ولا كان جنبك حدا لحتى خفتي ما كتبت الضغط؟ رامز لا تمعي للقصة، انا عم حاكيكي منطقي. انت من دمك قلت لي انه الزلمة فات فيكي والحق عليه 100% والسيارة تحت مضبش مكسرة بدها 50-60 ألف ليرة لحتى تتصلح. ايه طمن بابا عاملها تأمين شامل. واجرة تصليحها ما رح تكلف أكثر من 15-16 ألف، لا تشوف أرقام من عندك إذا بتريد. بابا عاملها تأمين شامل، كثير حلو. وخياسة على مين؟ بكرة على البيع أنا بتخورف على الأقل ب 100 ألف ليرة. يا ميس كبر حقلك شبك؟ بعدين وطي صوتك تي نايم. الشاب اللي دخل بسيارتي عمره يا دوب 19 سنة وعسكري هبيان، ما معه مصاري يصلح لي، وإذا عملت ضبط ما رح أستفيد شيء، لأنه رح ينزتب شي سجن عسكري 2 أو 3 ويتبهدل فوق ما هو مبهدل. الحادث ما صار لأنه طايش، الحادث صار لأنه سيارته هرتك ما بتسوى، منيح هيك؟ أنا شو بدي بهالحكي كله؟ شو؟ عم تدافع عنه؟ عجبك؟ ولك أنت شو بدك؟ لشو بدك توصل؟ بدك نتخانق؟ ماشي انا غلطانه وحقك علي واسفه وبعتذر. انا ما بدي اتخانق معك، هذا موضوع سخيف، بس فيك تفهميني ليش شايل الصور؟ ولهدول كمان صار عم يساوي لك عصبي، لانه الحمد لله كل شيء بحياتنا صار عم يساوي لك عصبي، ولك انا تيم صرت خايف عليه منك. ومع ذلك كل هذا ما مهم. فيك تشرحي لي شو اللي طلعك بنص الليل لحالك؟ ام خولك ومو مع واحد مع 100، منيح هيك؟ بترفع دعوة وبتجيب شهود وقرائن وقتها بنتحرك بالدعوة على أساس إنه يعني في مانع أخلاقي بينك وبين أخوك، مشان هيك ما عملتوا عقود. طيب يعني هلا الدعوة هي بالأخير بيطلع منها شيء؟ على شو عم تتوتوتوا؟ أهلا، على أساس أنت تعبانة ونعسانة وما بتقدري تسهري معنا. وين هربت؟ هربت؟ ليش أنا عم بقدر أهرب من شيء؟ على ما يبدو أبسعت تعبك كثير. ليش هيك سويتيها؟ يعني أنا كنت بسوي لك إياها براسي. وين غاطت أنت؟ ما عدنا شفناك إلا بالمناسبات والأعياد الرسمية. وين بدي غطي يا كريمة؟ شغل وأكل هوا، ما أنت بتعرفي. لا والله ما بعرف، وعم توصلني أخبار أنا وأبوك، شي كان وشي ما كان. طيب خلص بوعدك تاني مرة أجي على بكير وأقعد وأحكي لك، بس هلأ تأخرت على البيت ولازم أروح. سعد، مو من عادتك تلف وتدور ولا عم تطبع بطباع أبوك؟ بعرف إنك ما عم تنام بالبيت، وبعرف إنك عم تنام بالمكتب اللي لهلأ ما ورجيتنا إياه، وأبوك عن جد زعلان. طيب قبل ما تحكي لي قصصك احكي لي شو عم بيصير مع ابوك، لانه كل هالعمر ما كفى انه يثق فيني ويحكي لي. عود شو استاذ روت يسهر على بيتك احسن ما تاخر على مرتك. يلا حبيبي يلا. اسف كريم. الله معك. قهوتك طيبه. ايه بدك تشربها؟ نعم نعم. أماني أماني حبيبتي والله ما كان قصدي،
يعني انت كمان طولي بالك علي شوي، يعني انا لا بس انا تعبانه بدي نام. طب انا كمان ما بيهون علي انك تنامي، انت زعلانه مني؟ ما عرف زعلانه. طيب شو لك؟ ماني زعلانه منك. اماني زعلانه على حالي. انت معك حق، بس يعني انا بحبك. شو ساوي يعني؟ بحبك وبغار عليك، بغار يعني. اعتبريني مجنون، اعتبريني مجنون، بس يعني في رجال بيحب مرة ما بغار عليها. رامز شو مطلوب مني؟ شو ممكن ساوي لحتى نعيش مثلنا مثل كل الناس مبسوطين؟ حتى نضحك مثلا؟ بتقدر تقلي امتى اخر مرة قعدنا فيها وضحكنا؟ بتقدر؟ معك حق، بتصفني لما تسكر. أماني، أماني الشغل دائر، الأسواق واقفة، لا بيعة ولا شروة، بدنا نتحمل بعض. كلها تفترة بتمر القصة، كلها تفترة وبتمر. من أول ما تجوزنا وأنت بتقلي هالحكي، أنا رح طق رامز، رح طق. لك سارة ما عم بتعرف على حالي. سارة وحدة نكدية. يا معصمة طول الوقت يا عم ببكي. لك حتى تيم ما بعرف لعبه ولا عم بعرف سليه، حاسة عليه ضايق خلقه. طول النهار قاعدة محبوسة بين أربع حيطان لحالي وأنت بالشغل، حتى لما بترجع بالشغل أنت خلص خلص خلص. روقي. خلص لا تبكي، كله بيتغير، كله بصير أحسن، خلص. كله بيتغير. الشيء اللي حيصير لحتى يغير حياتنا هيك؟ رح في الصباح نلاقي حالنا تغيرنا. خلص فترة وبتمر وبنقعد بنحكي. تروح الفترة بتجي فترة، تروح الفترة بتجي فترة، فترة وفترة وفترة وفترة. لك خلصنا ولو خلصنا، شفتي مين عم يصعب على القصة؟ قلت لك نعسانة وبدينا ما خليت. أماني، أماني إذا بدك خلاص هلا بنقعد بنحكي، بس يعني طيب يا ستي بنقعد وبنحكي وبدون بس، منيح؟ أماني نعيد من الأول. نادي حبيبتي صار الساعة 3، خلينا نرجع البيت، بكرة عنا عمليات أنا وأنتي. بس لنوصل عند هذيك الشجرة الحلوة. يا نادية ما عاد حسيت لا برومانس ولا عاد حسيت برجلي. تذكر وقت كنا بالجامعة كيف كنا نمشي؟ يا نادية مشان الله لسه بتحكيني على الجامعة كأنه صلنا سنتين متخرجين من الجامعة، ولك صلنا 25 سنة، 25 سنة متزوجين، زوج وزوجة مو علاقة. يعني شو ما عملتي ما راح ترجع علاقة، مشان الله لا تتعبي حالك وتتعبيني. لا كل هالفورة لأنك مشيت معي ساعتين. صار لي ساعتين ماشي معك بالساعة وما عم ارضيكي. حقير، شو ما عملت معك بطلع حقير، مشان هيك ما بحب أعمل معك شيء. أنا هون لينا، برا هون. هاي أهلين. ليش هيك ميتين؟ هيك بدي وصيكي. الحمد لله على سلامتك. فوتي حطي بنتك بتختها بعدين تعي بهدي. ايه ابدي بهديك. بك انتي شو جابك اليوم؟ مو عساس تبقي كم يوم؟ يا الله ليك شلون مرقنين كأنهم. يا الله يا الله كلهم ميتين. تركتهم عندك اسبوع لي، ما شو صاير لك؟ بك عم قلك سقيتهم كلهم، شو بكي؟ بعدين عادي احكي لي انتي ليش جاي اليوم؟ شو قلتي للأمي؟ بك ليش ما عم تردي على تليفوناتي؟ طافيته الموبايل. طافيتيه؟
اساس ما بعرف انه عندك هي الميزه. تبع شو اسمها هيك ليك ولا فكرتيني ما بعرف؟ ما ما بتحكي مع حدا، ما بدي حدا يحكي معي. ينعن ابو الدوالي، معقوله بهالعمر عندي دوالي؟ خلاص اذا مو حابه تحكي مع حدا هلا انقلع انا على بيتي. اي خلص عادي، ما احسن تخبري لامي. وسعد لا اتصل على الموبايل ولا اتصل على الارضي. يا الله حاسك شيء مخبوط. طيب على القليله ما قلتي لي لامك انه متخانقين؟ ما خرج ما خرج ابنه، وعم فكر اذا عن جد بدي اطلع حقله لسعد ما يقول لي شيء لامي. لك ليش ما خرج هلا ولا بعدين بدها تدرى؟ لك ما في مجال، امي ما صدقت خلصت من وحده منا، وفوقها فايشه على كل نسوان الضيعه، عم تحكي لهم شلون بنتها تجوزت على الشام ومحامي وعندها بيت وما بيرفض لها طلب، وفوقها بده يجيب لها سريلانكيه. بصراحه حسيت حالي مثل الحماره. ايه لا حاشاك يا حبيبتي، بس يعني صرت 100 مره قايلت لك حاجتك على اللسل، قومي دقي له بقى وصالحي. خلص ما عملت لك شويه اكشن بحياتك، قومي. يا الله تعبانه تعبانه كثير يا رموش، ان شاء الله قومي شي بيلحق من جوا. ايه لانه انا السريلانكيه تبعي. شو بنتك ليه مو طالع حسها؟ عقلتها بالسفره؟ لا اعطيتها دواء مشان تنام. ليكي لا تزوري، كل الاهل بيعطوا اولادهم ادويه مشان يناموا، بس ما بيحكوا مشان ما يطلعوا حقيرين. تقبشيني الله يوفقك وما يعطيني حرام. استاذ يعرف؟ استاذ يعرف؟ عفوا عفوا، بتعرفي لسه هلا ما تعودت على هي الشغلات استاذ يعرف. مالي جاي اليوم المساء؟ لا شو بدي اجي اعمل المساء؟ اجي نمسح جوخ لاهل الطلاب يعني. لا ضروري تجي لانه المديره بدها كل الكادر التدريسي يحضر شي مع اولياء الامور، هن خلق عمي وتوتوا عليك وانا خايفه يطقوك برغي لانه لهلا ما اجيت ولا مره على الوقت. انا عندي شغل المساء، اذا قدرت بجي بتبسم. بتعرفي قديش مهمه صعبه هيك وكذابيه؟ مسيو ابنك ما شاء الله ذكي جدا، مدام بنوتك عبقريه، تخيلي بتعرف ايمتى بيحكم تاريخ راس السنه؟ شو هو؟ على فكرة مو حافظين غير هذا التاريخ، ايش بدي اجي اعمل اجتماع وما اجتماع؟ مشان نثبت لهم للاولياء الامور انه نحن مو بس بننصب عليهم مصرياتهم، انه نحن مهتمين. ليه؟ هالقد المستوى تعبان عندك؟ والله ما بعرف شو عم يصير وشو عم يعملوا بهالمدرسة، بس انا بثبت لك وباكد لك انه عندي المستوى مزري جدا. هلا لا تسال شو عم يعملوا شو عم بيصير. انت لهلا ما قلت لي شو هو الشغل الجديد؟ ما تكون خايف انه تنصاب بالعين؟ انا ما قلت لك؟ لا. ايه خايف انصاب بالعين؟ يعرف استاذ بالجامعة. عن جد؟ عن جد عم تسأليني عن جد؟ انا استاذ بالجامعة، انا عم حاول ارجع درس ايروبيك، عم حاول يوم ببين معي، فمشان هيك صرصورة الله يخلي لي اياكي. يا ريت تغطي علينا اذا سألت عن المديرة. كيف يعني تنكر يعني ما بتزبط؟ لا المديرة مصرة انه انت لازم تحضر بشكل شخصي. يا عرب الإدارة طالبتك. شو بلشنا مشاكل؟ أنا طبعي كده. شو بدي ساوي؟ روح استلي وعد ربك روح. ما شاء الله عليك. شو كأنه صرتي صحبة مع الأستاذ يعرب هيك بسرعة رفعتي الكلفة؟ لا تقولي لي يا لطيف مثل المخمل صاير لسه بس يقشر كله مثل المرمر رح يصير مثل المرمر. يعني بفهم منك هلا بدك تصير تكشي الشباب من حولك. اه عمرك. لك بس فهميني من شو كان بيشكي وشك قبل ما تحرقي هالحرقه؟ يا علينا انت كل ما بنحكي كلمه بتطلع لنا بموال. شو بنا يا ستي؟ مو بس هيك بدي اعمل شعري اشقر على بلاتيني هيك يخليه وش وش. مرحبا. زنطاري برا يا جماعة زنطاري. على أساس إحنا بتموز يعني والجو بارد. شو بها هي شو بها؟ بتعرفني أختك أختي هابط مزاجي اليوم مثل كل يوم، بعرف شو بكم تقولوا. هي الشمسية اللي أعطاني إياها الزلمة ذاك اليوم، بتصدقوا ما جا عبالي رجع له إياها. ما عم لاقي شغل محترم. رامز أخيرا وافق إني أشتغل بس بشرط يكون الشغل محترم ومعه حق بصراحة. سامر العارك الشمسية اسمه. خلص إماني إيميا بقى من إيدك ترشينا بالمياية. هلا ما بتلاقي الا انبز هي بخصوص الشمسيه، اما بخصوص الشغل المحترم والله كان غيرك اشطر يا حبيبتي. اللي بيسمعك بفكر يعني معك بوردات. صبايا شو رايكم نطلع شي مشوار؟ والله العظيم طقت روحي من قعده البيت. اي والله انا موافقه، و100 ليره ما راح تكسر حد. 100 ليره لك باي عصر انت عايشه؟ انو محل هذا اللي ب100 ليره؟ شكلك يا اختي انت من 5 سنين مو طالعه من البيت. خلصينا 500.
الهيئة ما في حل قدامي غير اني ارجع كفي دراستي. ما حمام مقطوع ميته، حمام مقطوع ميته. بتعرفوا هذا المصطلح شو اصله ومنين اجى؟ مرحبا. اهلي. خليها معك. لا شكرا كثير، كلك ذوق. والله عندي احساس انه بدك اياها، خلص خليها معك. مدينة دمشق. 1 2 3 4 5 6 أحرف، أول حرف فاء. باب الفراديس، ممكن أقعد؟ أنت من وين؟ من الشام؟ لا، من يافا. من وين؟ من يافا. فلسطيني؟ ليش عم يكمشوا؟ شكلي عكيت. لا قصدي انك اشقراني، يعني مو كتير مبين عليك. جريتشن. قصدك جرينتش. لا لا، اسمي جريتشن. انا امي المانية وابوي سوري من اللاذقية. تشرفنا جريتشن. جريتا فيك تناديلي جريتا. جريتشن بعرف هيك صعب وثقيل، وانا جدوبة شوي وبعك شوي، بس والله مو بقصدي. وليه هلا بتكون عم تقول لحالك هي كيف صارت طبيبة؟ أنا رح أقول لك كيف صرت طبيبة. أنا بابا أستاذ بكلية الطب، أكيد بتعرفه. أنا خريج حلب. يا عروب والله حاسس حالي رح أختني، شعون خريج نقول. إذا إجا حدا وشافني بنفضح فضيحة كبيرة. خزيت العين عنك. قديش بتعمل للصحن فستو أدام؟ لعنت أخته للصحن. رجلك مالحة وتقيلة على الفستو. بدك تصغر المحرك مشان السي سي تصرف فيك. تروك الجزع كمان. العقل يا صديقي مثل الماء، حين تضطرب تصبح الرؤية غير واضحة، ولكن إذا تركتها تستقر تصبح الإجابة واضحة. الله، شو صاير عم تقرأ كمان؟ هذا من فيلم كونفو باندا، الجزء الأول بعتقد. فيلم شو؟ كونفو باندا؟ كونفو باندا. لك يا عروف، أنت بدك تضل مقضي هيك كل حياتك؟ على التلفزيون وبحضر أفلام. عندك شيء ثاني؟ ما في شيء ثاني، في شيء كثير، بس أنت ما بدك تشوف شيء ثاني. أنام. يستر على عرضك. لا تاخد محل البش محامي سعد. انت بهالبلد شو حياتك؟ كنت فوق وان كنت تحت ما في عندك غير نسوان لا تطبيق، تلفزيون لا تحضره، اكل لا تتسممه، في شي تاني؟ قلت لك خالصين يا خال، ما فيك تحلم بشي. هذا سقف 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 طموحك، فلا تقعدوا تتفلسفوا على مخي. طيب هلا يعني لو كنت انت بامريكا شو كان طموحك؟ ما هو نحن هون كل شيء بنرميه على البلد، فشلنا بنرميه على البلد. اوباما مثلا. صحيح انت مو كان عندك مجلس اجتماع اولياء الامور؟ شو قديش ساعة؟ قديش ساعة يا شباب؟ قوم معك لحقهم. حاسب وبشير. ينبغي أن تسود علاقة الود والاحترام بين القائمين على العملية التربوية.
سواء كانوا معلمين أو مشرفين بين الأسرة، لتحقق العملية التربوية أهداف. وعند حدوث أي خطأ أو خلل، فلغة الحوار الهادف هي السبيل الأمثل للوصول إلى الحل المناسب. وعلينا أن نحافظ على صورة المعلم مشرقة، لألا يفقدوا ثقتهم به مما يؤثر سلبا على المتعلمين. بحياة الأخت كليلي شو بدي أحكي مع الطرش. وقد تم تعيين موجه تربوي يا سادة، وهو يتابع الأمور الخاصة بتلاميذ صف المدرسة أو استاذ، وهو المسؤول عن حل المشكلات بالتعاون مع المدرسين والإدارة. ذكركم بماضيكم، لذلك يمكن اتصال به هاتفيا أو كتابة المشكلة على ورق يحملها الطالب ضمن مغلف مغلق، أو توجه الرسالة للإدارة عن طريق صفحة الإنترنت الخاصة بأبنائكم على الموقع الإلكتروني للمدرسة. إذا رغب الأهل بالاتصال بمدرس معك لمناقشة أمر خاص بالطالب، فيكون ذلك ضمن وقت الدوام حتى وبموعد مسبق مع الموجه، وهذا يغنيكم عن الاتصال بالمعلم بعد الدوام، أي في وقت راحته أو في أثناء أدائه لمهامه الأسرية. بعض الأهل يقصرون في دفع الأقساط المدرسية في موعدها المحدد، وهذا سيضطر الإدارة لإلزامهم بدفع القسط مع غرامة مناسبة. سويتي كل شيء الحمد لله تمام. شو استاذكم نايمين؟ شو بكي؟ قلت لي يا رب حبك عم استفرغ. نوار فيقي، شايفتيني متضايقة؟ قومي اعدي لي يلا. جايتيني قبل الشحادة وانت الساعة 7، انا قبل عم المدرسة ما كنت فيه الساعة 7. فيقة استني علي لأفهم شو عم يصير. شو كيف قلتي له لها؟ جاي شربان عشتي مع أولياء الأمور وعم بيخبص. لا تسألي لي لا شو قلت له ولا كيف، خلص قلت له. ايه بيكون استفرغ لانه شربان. هدول اللي بيشربوا وبيخبصوا بيخبصوا بيخبصوا بفيقوا تاني يوم الصبح ما بيكونوا متذكرين شو عاملين. والله اللي بيسمعك عم تحكي بيقول ما بتقيمي الكاس من ايدك ابدا. نوار في عم بحكي معك. لك شو بيعرفني انا؟ هيك بورجونا اياهم بالافلام هدول السكرانين. قلتك بحكي شيء لقدها؟ لك قلت مستحيل شيء يصير. فروقي ما صار شيء. شو تشربي؟ قهوة، ميلو، نسكافيه؟ بلا التوجيبات هلا ما بدي شيء. انا ما عم بوجبك بس لازم صحصح. كل هالقد انا زباله؟ انت قلتي لي انه يا رب ما بيوفر حدا. انا انا شو؟ انت اخت رفيقه يعني ما رح يتسلى معك، ويا رب خاصه هلا يعني ما رح يكون بموت جدي مع حدا، لا وضعه المادي بيسمح له ولا ايش. حبيبتي ليك وبلش يشتغل وشوي تاني بصير يعطي دروس خصوصي وبصير معه مصاري يستأجر بيت ويظبط اموره. لك شو بك يا عم تخططي وكأنه الزلمة اجى طلب ايدك مبارح؟ مستحيل يحبني ما مظبوط. شو بده يحبني؟ مع اني احيانا بحس خلص ولو انا زبالة هيك اما اكون هو يا اختي. لا حول ولا قوة الا بالله. لك مو هيك يا سارة، مو هيك يا حبيبتي. بس يعني كمان لو هو طبس فيكي وبده يتجوزك أهلك رح يوافقوا؟ شو برد أبوه عامل وأمه حالتها حالة، أكيد بده يحسبها ورح يشيل القصة من راسه. بعدين يا رب نازح وهن ما بيعودوا غير من بعض. هاي هي
ليكي انا رح اعمل نسكافيه خينا نصحى. ليش ما نمت؟ ما في هالحالات الاسعافيه. اذا بدك ما في شيء يتبدل. لسه باقي لنا 4 ساعات لحتى نخلص دوام. روح روح نام. مو جاي ينوم. نايم وانت ماشي يا زلمه. جريتا انا ما بعرف نام غير بقوطي وعلى تختي وعلى مخدتي. والله شهدتني شوف على هالأوضة الأسطورية. لا 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 تفهمني غلط بالغلاظة. بتعرفي عم فكر جيبه لهون بما انه مناوتنا بالليل. بس يمكن يغيروا وقت المناوبات. طنط ناديا طنط ناديا كيفين؟ هلين حبيبتي. شو أخبارك؟ الحمد لله. شو كيف؟ ماشي الحال. بلشنا بس ما حدا منطش فينا، ما عم يعطونا شغل. تقولي بالك دغري بدهم يعطوكم شغل؟ لك حبيبتي انا مستعجله، اذا لزمك شي حاكيني. ايه خلص اوكي. سلمي لعبها. باي. شو طنط ناديا؟ شو هالدعم؟ مين طنط ناديا بقى؟ اذا ما بتعرفها على اي اساس عم تقول شو هالدعم؟ دكتوره ناديا هي طبيبه جراحه عامه هون بالمستشفى، كانت مع بابا بالجامعه، كثير ظريفه كثير بحبها على فكره. هي اللي ظبطتني هون. جوزها الدكتور سامر جاموس، اكيد بتعرفه. سامر جاموس ايه طبيب تجميل. تماما. على فكره هي من عندكم هون. من عنا ومن عندكم ومن عندهم. هي الساكس بيكو تبعك امتى بدنا نخلص منه؟ على فكرة يعني حتى لو انت كنت من حلب وهي من حلب كنت حاحكي نفس الشيء. ما هي هي ساكس بيكو الجديدة، بس بدها وقت لتصير. تشربي شيء؟ لا طلعي لا طلعي 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 صرصور. وينه؟ تعرفي سارة انا عم كذب عليكي. يا رب مو حاطك بباله، مو لانك زبالة ولا لانك اي شيء، بس هي هيك الشغلة شغلة كيمياء يا اختي. لانه لو بحبك كان منطش فيكي من زمان، مو لانه حاسب حساب ادهم ولا شيء، لانه وقت الواحد بحب بيعمى. مو مزبوط هالحكي. لو مزبوط سعد ما كان ترك ليال وتجوز لينا. انت حابه تعذبي شيء؟ لا. ايه خلص لكان شيليه بقى من راسك لهالبطيخ. اساسا انا ما بعرف ليش هو ببالك كل هالسنين. لا وبتعدي بتقولي كل حركه وكل كلمه وكل نظره. لا تحكي ولا كلمه. ولك انت طول عمرك داير على حالك ومطنش وما بتسمع شيء. لو سامع مره واحده مني بس ما كنا وصلنا اللي وصلنا له. ولا قلت بدك تكمل دراستك؟ قلنا لك كمل دراستك. إيه بس يا مزوق انزل على المشغل ساعدني. وقف يوش عمك شوي. عمك اللي شلحني الفوي وتحتي وقلعني. ولاده الاربعه واقفين معه وانت ما عندك خبر ولا لك بلوب. يا سيدي تجوزت. طيب على عيني وراسي. لو كنت طلعت انت ما كمان. ولك لك ساعد. لك لما تجوزت لك قطعت عن تمي انا وعطيتك. ولك في شيء طلبت ما قدمت لك لحقي. ولك قول بدك بيت جبنا لك بيت يا افندي. بيتك تقدر تقلي بيتك وينه هلا؟ يا بابا ما انا وصلاني بيني وبين لينا لهالدرجة. لا وصلاني وصلاني ونص والبيت رح يطلع من نصيبه. مجنون انت. ولك ولك يا ابني في واحد براس وعقل بيعمل فصل لا مثل انت. ولك رحت كاتب على حالك مليونين متاخر ومتقدم بعدين رايح عم تعصبت هون وهون. ولك شو هالخراش والخراش لا تقول ولا كلمه. انا بعرف كل شيء لانه لينا اجت لهون وحكت كل شيء بالمشرمح هيك هيك فضحتك. اخ يا ربي. ولك انا شو عامل؟ مربي اولاد ولا مربي بهائم؟ اختك هذيك الفهيمه رحنا اعطيناها سياره. أخذت السيارة قطتها لجوزها. لك شو في شو قصة لينا؟ يخرب بيتها لينا بدها تطلق وتلطش البيت. لا وليه؟ ليش ما قلت لي لهلا؟ وين مرت أبوكي؟ ما بعرف. إنه نص المشغل إلي؟ إيه لا يا لأنه عمك أجنب مثل حكايتك. إيه بجيب 20 شاهد يقولوا إنه أنا مالي علاقة وعم اشتغل عنده ومتمنن علي كمان. هذا إذا ما كان مدبر قضية من أساسها ومبرتل القاضي. والسلام عليكم ورحمة الله. لا بابا كمان أمور ما أنا فلتانة لهالدرجة. لا مو فلتانة بلوب حبيبي. حارتنا ضيقة ومنعرف بعضنا هيك الأمور ماشية. قبضني بمشي اللي بدك يا لا يا لأنه عايشين بالصين نحن ما بنعرف شو عم يصير هون بلوب. البيت وتا
تاركتيني انا عم قر وقلعي من الصبح، ليش ما قلتي لي؟ والله منيح اللي حسيتي على حالك، صرت ساره استرساره. كانه بابا فات على غرفته، لا صار عم بشوف سعد. حاكم بعد ما تجوزت اماني صار سعد هو بوكس الملاكم تبع بابا. عقب عليك. ان شاء الله برتاح. لك والله الحق علي. انا لو لحشتكم عند امك مكان اريح لي واهنالي واسعد لي. يا بابا لك لا تحكي ولا كلمه رح تجرني. هدي شوي بس. لك يا ربي علي. يا ربي شو عامل؟ يا الله خذ امانتك وريحني يا رب. يا الله يا الله. شايف يبطقتهم؟ لك فوت مزمطرين. لك ها خلص صلي فوت. استعمار العادي انت. يا معلم بيتك. هالاستعمار على اشتهيت لك شي مرة تقول تعال يا صاحبي اقعد عندي بالبيت ما في حدا. العمى. وينه سعد؟ ايه غير الموضوع كالعادي غير الموضوع. دكتور انت حقير. حبيبي بعتقد قلت لك قبل المرة اني انا ما بتحمل واحد مدخن وسكرجي وقذر مثل حضرتك. ضروري تسمع هالكلمتين؟ اي. وجعتني على فكرة يا الحكي. وعلى فكرة لسا رح تنوجع كتير إذا بتضلك بهالكنزة. فوت انستر بلا ما تاخد برد. وينو سعد؟ سعد نزل لعند أبوي. هلا بياكل مهدلة وبيرجع. قوم لك قوم معي قوم. عم بطبخ شو وتعطيني كم نصيحة بما إنك وحداني. ما قلت لي شو بدك منه لسعد؟ يا رجل أنا ما فهمت شلون بتقدروا تعيشوا هيك؟ كيف تقدر تعيشوا هيك؟ عرفت ليش ما عم بستضيفك عندي؟ يعني معقول عم تطبخ وجنبك في هي الممسحة المنشحة وضروري تطعمي للغاز انت وعم تطبخ؟ ما صار شيء حبيبي، شمر وغطوس ومسح لي هون شوي تعاطف لي المجدة. خلصني خلصني ورجيني شو عم تخبي. لا ما عم خبص، كان عندي شوية خضرة قطعتها وسلقتها هون بالمي وحطيت معها ماجي. شيلها شيلها لا تحطها هون، حطها على المجدة، على المجدة، بالمجدة جوا جوا. ايه جبت هدول شوية بهارات. دو اشتريت هدول البهارات كمان. اني نوع بدنا نكد؟ ونحن لازم ناكل من بعد الف تبعك؟ يعني ضروري تعدينا بالامراض اللي ابصر من وين لاقطها؟ بعدين وين اللحمه؟ لحمه؟ انا فيجيتيريان. لحمه بعدين شبط طبخه خضره وماجي وشويه بهار. مين عزمك على الاكل؟ شو بدك من سعد؟ بدي منه 10,000 ليره. ليش؟ ولا شي، حابب حطهم قدامي وتصبب عليهم، شو رأيك؟ ايه تصبب على 9,999، يعني مو أحسن له؟ مشان الصدمة، مثل أسعار التيار عندنا بالبلد، تنزل تشتري بتلاقي 4,999. شو لك خلقت قفل؟ يتأخر سعد ليجي، صار له زمان نازل؟ ولك اتركه لسعد اللي همه، ما معه نقلة. تعال لك تعال. بصير هدول كل شي معي. 750 ورقة. دبر حالك فيهم. يسلمك، رجع لك اياهم. ولا يهمك ما في شيء. وسعد ليش متضايق؟ أنا من فترة سألته قال لي إنه أوضاعه منيحة. لك ما بتعرفه ما حيقول لك. طيب أنت كيف عرفت؟ عرفت. لك عليه ديون أكثر من 200,000 ليرة يا رجل. وهي مرته تبع شيء ما شاف شيء. على طلبات طلبات طلبات. بعدين هو مفزلك كتير يعني بالله ضرورية شروت هالتلفزيون كل شهر عليه قصة هالأدقده. بعدين شفني على هالمكتب اللي نتعلنا يا تبع رئيس مجلس وزراء مو هيك لقي أكل نص البيت. لا عمر 200,000 منين بده يوفيهم هاد؟ لا وفوقها كمان بده يطلب مشان يصفى لا بيت ولا مصاري. وقتك بيجي يوم ما مفكر فيه بالمصاري؟ لا انت ممكن بس انا لا، الا اذا تزوجت وحده من هدول المليانين الغنايا هدول. عرفتها؟ ايوه مشان بصير خشخشه نظامي على قولتك.
لك ايه منيح نظامي، انا هلا خشخشه تهريب. لك دكتور اخوك بعد بعت لك شيء؟ لك كمان الثاني الله يعين وضعه مكركب من هي الازمه الماليه اللي ماني فهمان لا كيف صارت ولا كيف بدها تنحل. معناتها لازم تشنق للكيس، يعني بدك تبطل شراء منظفات ومعطرات ومطهرات، وانا برايي تروح تسكن بالمشفى بتداوم كل يوم وبتاجر البيت مثلا، وبعدها بتلغي اللحمه والفواكه من حياتك، هيك بتصير توفر مصاري. على فكره انت صار لك ساعه متقفل وانا مالي بالمود بنوم. والله ما عم قفل، عم اقول لك كلمه السر اللي عايش عليها شعبها، لانه شغل هلا ما خرج تشتغل، وراتبك تبع المستشفى بتعرفه سخيف، فشو الحل؟ تبطل لي هالحركات دكتور، خبز اسمر والياف وصحي ما له نفع منه، لانه وقت بدك تمرض بدك تمرض هيك شغل الله. فرجاء بكل اكابريه واحترام على خبز الدوله وانت اكابر. قلت لي شغل الله لك، هي زدت لي كل شيء على الدين انت، لك مو امبارح كنت سكران؟ ما خص كل شيء لحال. كذب وحقيقة وتلاقوا بنفس القالب من أول دقيقة، كذب وحقيقة رح ينتهي هالحب ونرجع نلتهي بهالقصص العتيقة. هوا بلاد الهوى نتمنى نرجع سوا، يا ريت الليل ارتوى عتيقة.